الهاتف الأستاذ علي حمدان أمين عام نادي النصر، تعليقا على ما ذكر في بداية الحلقة عن الانضباط تثبت عقوبة رئيس النصر بعد تعديل السبب. مساء الخير أخوي علي. مساك الله بالخير تركي، ومسي على ضيفينا المتواجدين معك. هو الحقيقة أنا بختصر لأنكم قلتوا لي الوضع يبغى له سرعة يعني. صحيح. طيب احنا بس طبعا انتم تكلمتوا يعني وضحتوا الامور بالنسبه للقرار. طبعا نشكر لجنه الانضباط على انها تراجعت عن الخطا الجسيم اللي ارتكبته طبعا في استنادها على الماده 62، وبعد ان اكتشفت انه سمو الامير مسجل في كشف المباراه غيرت الاستناد. التغيير اللي صار في الاستناد صار يعني تم التغيير الى تعاميم، والتعاميم لا تؤخذ بها، لا يؤخذ بها، لانه لا عقوبه الا بنص، وبالتالي اساس. الو الو اي كمل نسمعك. الو وبالتالي طبعا لا عقوبه الا بنص، ولا يوجد اي نص نهائيا عن عمليه الدخول الى ارض الملعب. الموجود تعميمين، يمكن برضو التبس الموضوع على الاستاذ خلف ملفي لما قال انذاره الامير فيصل بن تركي لم ينذر اطلاقا يعني. واتمنى كانت كان الاستاذ خلف ملفي عنده صور من الانذارات هذه، او عنده معلومه او رقم الصادر لها يوافينا بها، لانه لم ينذر الامير فيصل بن تركي. الذي حصل الاستناد اللي تم في قرار اللجنه اليوم اللي هي تمنع النزول ارض الملعب بالزي الرسمي، كان اخرها بتاريخ 4/8/2012. انا اقرا لك الان التعميم. سعاده الامناء العامين لانديه دوري زين، لم يقولوا نادي النصر، سعاده الامناء العامين لدوري زين. هذا يمكن الاستاذ خلف التبس عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود أن نشكركم على تعاونكم الدائم ووصلة ظهور دوري زين بمظهر اللائق، وحيث لاحظت الرابطة دخول بعض الإداريين بملابسهم الرسمية إلى داخل أرضية الملعب قبل وبعد نهاية المباراة، مما يشوه صورة الملعب. نأمل توجيه من يلزم بعدم النزول أرضية الملعب واستخدام المضمار للتوجه إلى غرفة الملابس. هذا يعني تعميم ودي من رابطة المحترفين لعملية تنظيمية. التعميم الآخر أيضا بخصوص دخول الإداري أرض الملعب، هذا طبعا جارف 27/8/2012، حيث لاحظنا دخول بعض الإداري أرض الملعب قبل نهاية المباراة، نعمل عدم تكرار ذلك مستقبلا. هذه تعاميم يا أستاذ تركي لا يستند إليها عند إصدار عقوبات إلا إذا كانت هذه موجودة بلوائح. وبالتالي طبعا رابطة المحترفين ليس فيها لائحة، وهذا أنا أعرفه طبعا لأن أنا شغال على لائحة الرابطة الآن. الاستناد اللي تم اليوم هو كان مجرد إيجاد أي شيء عشان تبقى العقوبة العشرات. أنا كان بودي الحقيقة لو اللجنة ألغت القرار، بما أنها ألغت القرار الاستناد السابق اللي هو المادة 62، كان يجب أن تلغي كل تبعاته، وبالتالي اللي هي الغرامة ال10,000 وكذا. الأمير فيصل بن تركي العام الماضي دفع غرامات أكبر من هذه، فما هي مشكلة الغرامة المبلغ، إحنا نتكلم على الاستناد وعلى المبدأ. الآن العقوبة الآن بوضع الحالي صارت أسوأ من السابق. يعني الأول كان الاستناد إلى مادة طلعت المادة خطأ، الآن الاستناد الى تعاميم عاديه مرسله لهذا. نرجع الان لموضوع طال عمرك، انه 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 لا يوجد الان، شوف في فيفا لا يوجد اي نص، واتحدى اي نص يمنع الاداريين من دخول الملعب. وبالتالي المباراه الاخيره بين كوريا وايران في تصفيات كاس العالم في ملعب ازادي، بعد نهايه الشوط الاول وبعد نهايه المباراه دخل البنش اليمين والبنش اليسار للفريقين وقطعوا ارض الملعب، ملعب ازادي، اللي لابس بدله بكرافتة واللي لابس بدله رياضيه. الان هل يريدون ان مثلا رؤساء الانديه يلبسون بدل رياضيه بدل رسميه؟ هذا زين السعودي وهذا الزين الرسمي وما في اي مشكله. وبالتالي اذا كان معاقبه بهذه الطريقه فيجب ان يعاقب ايضا المدربين اللي يقطعون ارض الملعب لانهم لابسين الزين الرسمي حق يعني الخاص بهذه الجنسيات اللي هو البدله والكرافته وكذا. فانا اقول الان احنا طبعا حنرفع خطاب ان شاء الله غدا للجنه الانضباط لايضا اعاده النظر، لانه لا ما في استئناف للاسف، لاعاده النظر في الموضوع يعني واعطائنا مبرر حقيقي على ايقاع هذه العقوبه. طيب الاستاذ علي حمدان من عام نادي النصر، شكرا جزيلا لك. اذا نادي النصر غدا سيرفع خطاب لجنه الانضباط لاعاده النظر في العقوبه التي لا يوجد بها استئناف، بما انهم غيروا الاسباب يرون انه كان المفروض انه تتغير العقوبه او تلغى العقوبه، بما انهم الغوا الاسباب. هذا التوضيح في الموضوع. بس كلمه واحده، الله يخليك بسرعه، عندنا مباراه الاتحاد والاهلي يزعلون علينا. لا سبق ونشرنا في جول لاين بناء على مصدر في لجنه رابطه المحترفين انهم انذروا بعض رؤساء الانديه ومنهم الامير فيصل بن تركي مرتين. وانا بدوري، لانها طلب مني طلب بدوري، سأذهب إذا وجدت هذه الخطابات الإنذارية. أبد زودنا فيها، احنا بكرة في البرنامج.